اخي جيت بتعقد كاين جوج امور. انا عطيت رايي كمحامي، اما الى بغيت نقول كسياسي هذاك العقد جريمه، لانه عقد صخره، سميته عقد صخره وعقد اذعان، استعاض النظر، يتعاض فيه النظر باش ذاك العقد يكون فيه نوع التوازن ويكون فيه احترام للحقوق ديال الوسخ. ما كاينش واحد السيد وتخدم به واحد عامل 3 سنين وتقول من بعد الله يعاونك، ما عنده ضمانات، ما عنده حقوق، ما عنده والو. ما يمكنناش نستعقلوا مع جوج الفئات في المدرسه، واحد عنده نظام وواحد عنده نظام. هذا النقاش البيداغوجي ناقشوه انتوما. انا كنقول أنا مثل مؤسساتي خاص جميع الحقوق، أولا المغاربة كلهم متساوية أمام القانون، ما يمكنش يكون عندهم جوج الناس في نفس الإطار وعندهم وضعية قانونية مختلفة. الناس متساوية أمام القانون ستعطي لهم الحقوق بشكل متساوي، ولكن حتى تجي واحد المواطن في نقطة الضعف عنده البطالة عنده كذا تقول سير واحد العقد يسير لك العقد اللي بغيتي، راك تعطي حقوق، لأن الدولة هي الأولى ستكون النموذج باش تعطي حقوق الناس، ماشي إلا ما عطتها الدولة الحقوق الناس كطلب المدراء الشركات والمؤسسات تعطيهم الحقوق، راه ما يمكنش. بناء عليه أنا كنعتقد بأن الدولة سعيد النظر في هذا الشيء ديال العقود. عجبتك ياك؟ لا شوف كاين واحد المشكل، واش الحكومة في إطار التوازن المالي عندها الحق عندها قدرة أنها تدمج 5000 شخص؟ بس هذا مخطط، خصو اتفاق يمتد على سنة أو سنتين أو 3 سنوات حسب اتفاق الغاتب، وتكون واحد الرؤية أن الخطأ ما يتكرر، أو أن جزء من ذنب العقود تدل أن العقود أعطى لهم صورة إيجابية من خلال إعطاء الحقوق ودير واحد التوازن بين الدولة، بين الدولة كطرف كمتعاقد وبين الأستاذ كمتعاقد، يكون فيه توازن فيه ضمانة للحقوق في المستقبل، التقاعد، التأمين الصحي، التأمين للأولاد ديالو إلى غير ذلك، معنى جميع الحقوق اللي عند الموظف تقرر عند المتعاقدين، إذا استطاعوا يديروا التوازن والمتعاقدين تفاوضوا على حقوقهم وتعطوا لهم هذه الحق كتبان لهم، علاش لا؟